لا توجد معركة لا تقرح فيها رؤوس، هكذا هتف الضابط السعودي لمجندين يمنيين على حدود بلده حين اعترضوا على الزج بهم أمام خطوط النار المكشوفة دون غطاء أو إسناد. صورة مكثفة تختزل محرقة المجندين اليمنيين دفاعا عن الحدود السعودية. أهلا بكم. يذهبون إلى الحرب طمعا بوعود ورواتب مجزية، لكن الحرب لا تمنحهم إلا الموت قصفا أو جوعا، وأكثرهم حظا يعودون بإعاقات وجراح دائمة. خلفت الحرب الكثير من العاطلين والأسر الفقيرة عن العمل والكثير من العنف. تعمد المملكة العربية السعودية إلى استثمار حالة الفقر هذه بتجيير الشباب المراهقين والباحثين عن فرص عمل وحياة جديدة، فتزج بهم إلى مسارح الموت وميادين الحرب على حدودها دون أسلحة أو تدريب أو ترقيم عسكري. آلاف المجندين يذهبون إلى الحدود ولا يعودون، فكيف يتم استقطاب مقاتلين للدفاع عن الحدود السعودية؟ وماذا يحدث لهم على تلك الحدود؟ وكيف تتم معاملتهم؟ أسئلة جارحة بانتظار الإجابة عنها. محرقة المجندين اليمنيين في الحدود السعودية، أخدود بري رمت فيه السعودية ما يربو عن 15,000 من المجندين غير الرسميين دفاعاً عن الشريط الحدودي للمملكة مع اليمن. منذ منتصف العام 2018 تعمل السعودية عبر شبكة سماسرة على استقطاب مقاتلين يمنيين لاستخدامهم فيما يشبه الدروع البشرية أمام جنودها على حدودها الجنوبية في مواجهة ميليشيا الحوثي. الآلاف من المقاتلين لا يعود منهم سوى القليل ممن يتمكن من النجاة أو الجرحى الذين تعيدهم المملكة بجراحهم النازفة إلى سكن مخصص لهم في مدينة مأرب. قدمنا نحن هذا، حدد لنا الدكتور أنه يحولونا إلى جدة، سجل لنا التحويل الأول، وصلنا إلى مركز سلمان، قالوا مركز سلمان ماشي هذا ما يقبلش، رجعوهم اللي يحددوا وين يحولونا. المئات من هؤلاء وجدوا أنفسهم بلا راع يطبب جراحهم، حتى من بذلوا أرواحهم من أجله تركهم على الحدود يجترون آلامهم بعد أن انتهت مهمتهم. تبذل السعودية فتات الأموال لشبكات الاتجار بالبشر التي تضم في صفوفها ضباطا في الجيش وعناصر في الأمن، وبفضل هذه الأموال يعملون تحت سمع ونظر السلطات المحلية في المحافظات المستهدفة ويستقطبون آلاف الضحايا. تزج المملكة بالضحايا في أتون معركة رهيبة لم يتدربوا بما يكفي لخوضها، وحين يقتلون فإن المحظوظ منهم من يحصل على قبر لن يزوره فيه أحد، ولأنهم لم يكونوا جنودا في أي جيش رسمي فلا يجد أهاليهم من يجيب عن أسئلتهم حول مصير أبنائهم. مقاتلون لا يتبعون وزارة الدفاع اليمنية ولا يحملون الجنسية السعودية، يحصل بعض أهاليهم على مبالغ زهيدة مع أخبار موتهم، ومع اختفاء جثامينهم يمسون كأن لم يكونوا شيئا مذكورا. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا المحلل العسكري وليد الخولاني عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخرون أيضا. بداية مساء الخير أستاذ وليد. مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين، وأعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. علينا وعليكم إن شاء الله أخ وليد. وبداية استعانت السعودية بمجندين يمنيين للدفاع عن حدودها، فاندفع الشباب اليمني بطبيعة الحال تحت ضغط الحاجة للمال وللعمل أيضا، وذهبوا للقتال في معسكرات السعودية، ويكون مصيرهم إما الموت أو العودة كجرحى لا يتم معالجتهم ولا السؤال عنهم أيضا. بداية دعني أسألك، كيف يتم استقطابهم؟ يتم تجنيد شبابنا عبر سماسرة. مهمة هؤلاء السماسرة يقومون بقلب واستقطاب الشباب من الأسواق لكي يحصلوا على مبالغ جراء كل استقطاب كل فرد يقال من 500 إلى 1000 ريال تدفع لهم المملكة العربية السعودية. يذهبون بهؤلاء الشباب المستغلين حالة الفقر والعوز بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فيذهبون بهم إلى منفذ الوديعة
ومن هناك يدخلون إلى الأراضي السعودية إلى معسكرات تؤويهم لمدة يوم أو يومين. أثناء هذه اليوم أو اليومين يقومون بتسليحهم بأسلحة خفيفة، ثم يزق بهم إلى المعسكرات إلى الجبهات بدون أي خبرات قتالية أو اكسابهم أي مهارات قتالية أو تدريب. ومن المعروف أن التجنيد هو من مهمة شعبة التجنيد في القوات المسلحة اليمنية، فلماذا لا توكل هذه المهمة لشعبة التجنيد في القوات المسلحة اليمنية، وهذه اللجنة تقوم بإرسال لجان فرعية إلى المحاور القتالية والمناطق العسكرية لتقوم بتجنيد الشباب. وهذه اللجان يجب أن تتكون من ضباط استخبارات وأمن قومي وأطباء، بحيث يقومون بفحص جاهزية الفرد من الناحية النفسية والقتالية والأيديولوجية. لا يجب أن نقوم بتجنيد شباب من هب ودب ثم نكتشف بعد وقت من الزمن أن من جندناهم يعانون من إعاقات نفسية أو يعانون غير لائقين صحيا أو بدنيا، وأيضا غير صالحين أو ينتمون لتيارات أيديولوجية كتيارات إسلامية متشددة، أو ينتمون حتى لجماعة الحوثي، بحيث مؤخرا في جبهة البق تحديدا في محور كتاف انضم قادة كتائب محسوبون على هذا المحور، وتفاخر محمد البخيتي قبل عدة أيام بانضمام قادة كتائب وانشقاقهم أو كما سموها بعودتهم إلى حضن الوطن. يجب أن يكون التجنيد عبر شعبة التجنيد في القوات المسلحة اليمنية، نعم، ويخضع هؤلاء المجندين لفحوصات اللياقة البدنية والنفسية. نعم، ما يحدث هو يتم الاستقطاب بوعود أستاذ وليد بأنه سيتم إعطاء كراتب، وبعضهم حتى يعني حسب التحقيقات التي طلعنا عليها يتم يعني حتى غشهم بأنهم سيذهبون فقط للحراسة أو للطباخة ويفاجئون أنهم أمام المدارس. لنقل في المرة الأولى تم الاستقطاب وعاد من عاد إما جريح أو بكفنة، هل ما زال الاستقطاب مستمر رغم فضح ما يحدث، رغم انكشاف إلى أين يذهب هؤلاء المجندين؟ لا زال الاستقطاب مستمر، أساساً الأوضاع الاقتصادية متدنية ومتدهورة، ولا زال الوضع الاقتصادي يعني لا رواتب لا أعمال لا كذا، فيضطر الفرد إلى أين يذهب؟ ما فيش غير معك على جبهة الحدود السعودية أو الساحل الغربي، وكل هذه الجبهات تدفع رواتب مغرية. وللعلم هنا ليعلم الجميع أن التحالف يدفع رواتب بالريال السعودي لجميع الجبهات في الجمهورية اليمنية بالكامل عدا المنطقة العسكرية الرابعة تحديدا محور تعز. هذا المحور لا يدفع له بالريال السعودي، وكأنهم يريدون لهذه الكثافة السكانية أن تذهب لتقاتل على حدودهم. هناك الشباب لا يجد عمل، لا يجد راتب، لا يجد أي شيء، فيضطر للذهاب إلى هناك لكي يحصل على المال، خصوصا أن الرواتب التي تدفع رواتب عالية، وأيضا تدفع لهم أو يعطوهم رتب وهمية رغم أنهم هم عمليا ليسوا منضمين في كشوفات الجيش، أليس كذلك؟ لا توجد لديهم أرقام عسكرية ولا ليسوا منضمين في على كشوفات الجيش، ولا يتجندوا أساسا عبر القوات المسلحة اليمنية أو عبر شعبة التجنيد. كل ما في الأمر أنهم يذهبون بهم كذا، حتى أعتقد أنهم لا يوجد لديهم كشوفات بالكونية للأفراد وفصائل الدم في حالة إذا جرح الفرد، وتعرف ما هي فصيلته ومن أي قرية هو وكيف تتصل بقريبه، لا يمتلكون أي شيء، لا توجد هناك أي أساسيات للعمل العسكري أو الإعداد أو التجهيز أو بما يسمى في القوات المسلحة أو في الجيش بملك القوى البشرية، لا توجد أي شيء. هكذا عشوائية، اذهب به إلى هناك وخضعه يوم أو يومين ثم سلحه واذهب به إلى الجبهة بدون أي تكتيك. من المعروف في القيادة العسكرية أو في التكتيك العسكري أن تكسب الفرد خبرة قتالية، وعندما تذهب به إلى مسرح عمليات قتالي يجب أن تمهد له تمهيد جوي وتمهيد أرضي من المدفعية، وتعطيه تشكيلات القتال، ثم تذهب به إلى المسرح العملياتي أو تبدأ عملية الهجوم. ويجب أن يكون هناك فرق للإخلاء الطبي في حالة إذا أصيب الفرد أو جرح أو تعرض لأي إصابة لا قدر الله، تقوم هنا هذه الفرق بإخلاء. لكن هناك أوكل التحالف مهمة قيادة جبهة البقع، نعم، سنتحدث عن ذلك أستاذ، في القانون العسكري شيء ولا
نعم أستاذ وليد، سنتحدث عن ذلك وسأسألك أيضا عن من ذهب إلى هذه الجبهات من محيطك وأقربائك، ولكن سأنتقل الآن للذهاب لأحد ضحايا هذه الاستقطابات، معي ملهم هادي وهو أحد الجرحى المجندين في الحدود السعودية عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير أخ ملهم، وحمد لله على سلامتك. نعم لقد فقدنا الاتصال، سنحاول التواصل بك من جديد ملهم. أعود إليك وليد. وليد، يعني ربما لديك أنت من أقربائك من ذهب إلى هذه الحدود، حدثنا كيف تم استقطابه، ما الذي حدثكم، كيف علمتم، وبعض المعلومات عن ذلك. ذهب كثير من أقربائنا من الشباب، منهم من ذهب ولم نعلم بذهابه إلا بعد عدة أيام، أو حتى أحيانا أحدهم لم نعلم بذهابه إلى هناك إلا بعد شهرين. منهم من قتل، وخصوصا هناك أحد أعمامي لديه 3 شهداء من أولاده حتى الآن، والرابع جريح في جبهة البقعة تحديدا في جبل الشعير وكتاف. ذهبوا إلى هناك، الأول ذهب إلى هناك ثم أدخلوه إلى المعركة واستشهد، لم يعود بجثته، ولم نعرف أين جثته، لم ندفنه حتى دفنه. فيما الثاني ذهب إلى هناك ثم عاد، وأجرينا أعتقد معه مقابلة في قناة بلقيس، ولا نعلم ما الذي حصل، كيف استقطبوه مرة ثانية وعاد إلى هناك والتحق بجبهة كتاف واستشهد هناك، لكنهم أتوا بجثته ودخل أحد أخوته لدفنه. هناك أيضا أحد أقربائي استشهد قبل حوالي 3 أشهر، إلى الآن تصدق أنه 3 أشهر أو قرابة 4 أشهر تحديدا لم تحصل أسرته على راتبه، يلاقون معاناة، حتى من المعروف أنه عندما يستشهد شخص أو شهداء والجرحى يكون لهم مناديب، تستطيع الأسر من التواصل مع هؤلاء المناديب لكي تحصل على رواتبهم أو استحقاقاتهم أو رسوم الدفن، لكن نحن نعاني. نعم، إذن هذه نقطة أخرى سيتم التطرق لها. نعم سنتطرق لهذه النقطة أيضا أستاذ وليد، اسمح لنا، لقد عاد معنا ملهم هادي أحد جرحى المجندين في الحدود السعودية عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير أخ ملهم، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم، مساء النور. اهلا بك ملهم، بدايه حدثنا عن اصابتك. انا اصابت في لؤم البغ، وتم نقلي الى مستشفى نجران. جلست 5 شهور في مستشفى نجران بالبغ، والاصابه كانت في العمود مما ادى الى شلل نصفي. نعم، طالبنا بالتحويل على اساس تحويل فد متقدم، فتم تحويلي من قبل الدكتور الى تحويل فد متقدم في جده، ولكن في السلمان قال لا يجوز ان يحدد الدكتور، هو اللي يحدد اين يكون علاجي. نعم طيب ملهم، من اي محافظه انت وكيف تم استقطابك؟ ها؟ من اي محافظه انت؟ أنا من محافظة الضالع. محافظة؟ الضالع. الضالع، طيب كيف تم تجنيدك؟ كيف تم التحاقك بجبهة الدفاع عن في الحدود السعودية؟ نحن طلعنا إلى في مؤخرة لواء التحرير في البغ، وجسينا بنسمة بالوديعة في هناك مع مؤخرة الجيش، التحقنا بالنسمة المؤخرة على أساس أنهم يدخلون دخلنا عبر منفذ سعودي إلى البغو. يعني هل تم تسجيلك عن طريق أحد؟ هل ذهبت أنت بنفسك؟ كيف تم التجنيد؟ في كانوا معنا، في كان قيادة هناك في البلاد، تم مع عبرهم مستقلنا هناك، تم تسجيلنا على أساس أنه يدخل في هذا اللواء. طيب من استقبلكم؟ هل وضعوكم في معسكرات؟ تم تدريبكم؟ كيف يعني مجرد وصولكم الى هناك ماذا قالوا لكم؟ نحن وصلنا هناك تم تدريب الذين هم، تم تدريب الشباب الذين هم لم يتدربوا على نوع السلاح ومسمه. نحن وصلنا تدربنا جاهزين
استقبلونا من النجران قائد نائب قائد اللواء وثم اسحبنا الى البغل. طيب انت كونك جريح ملهم في الحدود السعوديه، هل تم العنايه بك كجريح؟ هل تم دفع رواتبك حتى الان؟ ما هي مطالبكم بالذات للجانب السعودي الذي ذهبتم للدفاع عن حدوده؟ نحن طالبنا ان يدونا علاج طبي متقدم، ولكن تم اخراجنا على اساس لا سيئون ولا مستقبلون. عندما خرجنا الى قريب من سيئون وصلنا اتصلنا بالاداره الاعمال، قال لهم يتم التنسيق معنا انه سيعطوا جرحى من نجران على اساس انهم الى محولين الى سيئون. من ثم رجعنا الى المعرب وتم جلسنا في سكن، استقبلونا في سكن جرحى بمعرب. الان نحن في سكن جرحى بمعرب نطالب منهم ان يعني يعتمدوا وكالات لتسليم رواتبنا، لان ساعات السفر من داخل المعرب الى داخل البغض 8 ساعات او 10 ساعات عن طريق الصحراء. طيب يعني هل الشرعية تدخلت بكم، حاولت معالجتكم، دفع رواتبكم؟ هل كان لمؤسسة الجيش أي أثر عليكم أم يعني وكأنكم لا تنتمون لها إطلاقا؟ السؤال مرة أخرى، هل الشرعية قامت برعايتكم كجريح؟ هل هناك وساطات لإعطائكم مساعدات، راتب، علاج، وعود بعلاج؟ لا، لم يعطونا اي شيء، بس على اساس انه تم في هناك في نجران عندما جاء مدير مكتب الشهداء والجرحى قلنا تكلمنا معه، قال هم على اساس انهم منسقين مع الجاليه اليمنيه، وعندما خرجنا وقع علينا في المنفذ الوديعه الشندقي يسموه الشندقي واحد وقع علينا على عندما تكلمنا قلنا كيف وقع علينا؟ قال وقعنا خروج ولم نوقع عليكم اي مكان. اذا شكرا جزيلا لك ملهم هادي احد جرح المجندين في الحدود السعوديه، كنت معنا من مأرب. عودة إليك وليد. إذن يعني هذا ما يحدث ربما لأقربائك ولكثير من الجرحى، يتم استخدام الفرد، إن توفي لا تعود جثته إلا فيما ندر، وإن جرح فهو من المنسيين. يعني بمثل هذه التصرفات ألا يرتدع البقية؟ لما يتم الاستمرار في القبول بالذهاب إلى المجهول؟ يعني خاصة وأنت تحدث عن قريب لك تم إعادته وعاد مرة أخرى واستشهد في المرة الثانية. يا سيدتي، الأوضاع هي الذي أجبرتها هؤلاء الشباب، والاستقطاب كبير جداً. هناك مآسي أكثر لو تحدثنا عنها، خصوصا يعاني منها الجرحى. تصدقوا بأن جريح أصيب بجراحة بالغة بطلقات في الرأس، وكانت إرادة الله أن يبقى حيا، وعالجوه لفترة، وكان يتطلب سفره إلى الهند، ولكنهم أخرجوه. ومع هذا معظم الجرحى يخرجوهم وهم لا زالوا بحاجة للعلاج، والأدهى والأمر أنهم يخرجوهم ببصمات يسمى بالبصمة الحمراء، بحيث لا يتمكن من العودة أو الدخول مرة أخرى، بينما الشباب يذهب وقد يرجع مرة ثانية أو مرة ثالثة، وطبيعي جدا. لكن بالذات الجريح إذا أصيب يعالجه لفترة محدودة حتى يتماثل نوعا ما للشفاء، وإذا كان يتطلب سفره إلى الخارج فيخرجوه ببصمة حمراء بحيث لا يتمكن من دخول المملكة مرة أخرى. هناك مآسي، هناك حتى تجنيد، حسب معلوماتي هناك حتى تجنيد للصوم وبوكم. لا نعلم ما هذا التعامل، ما هذا الجنون. نحن عندما ننتقد هذه الأخطاء لا يعني أننا نتنكر لإخواننا وأشقائنا، بل على العكس، لأننا نريد تصحيح هذه الأخطاء، لأننا نؤمن بوحدية المعركة والمصير. عندما نتكلم نحن نعرف نعم اسمح لي، يعني تحدثت عن صم وبكم، هل يتم أيضا استقطاب من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ نعم، أنا أعرف أن هناك استقطاب حتى لصم بكم، فتناقشت مع أحدهم وقد كان يريد الذهاب إلى هناك، فقلت له ماذا ستذهب تعمل أنت؟
أصام أب كم قال بأنه عنده أصحاب هناك في تحديدا في لواء الفتح أعتقد صوم وبكم، فقال إنهم يتركون شخص أصام أب كم وشخص يسمع ويعمل يشغلهم في الحراسات. هذا جنون، هذا جنون، وهذا يعني لم يسبق أن قامت أي دولة في العالم بهذا الجنون وبهذا الاستغلال لبشر. نحن أشقاء، نحن عندما نتكلم قلت نحن نقرأ التاريخ قديمه وحديثه، نعلم أن في العام 317 هجرية قال ذهب أبو طاهر القرمطي إلى مكة في يوم التروية وقتل 30,000 حاج واقتلع باب الكعبة وسرق الحجر الأسود وذهب به إلى دلم إلى بلاد البحرين وأنشد يقول أنا بالله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنوهم أنا. وإذا لم يكترف إخواننا السعوديين والخليجيين والإماراتيين بالتحديد لجرحانا وللدماء التي نقدمها، هم يعلمون بأن عبد الملك الحوثي وميليشياته يتوعدون بالحج إلى مكة بالبنادق، فإذا لم يكترثوا سيصل عبد الملك الحوثي إلى مكة كما وصل أبو طاهر القرمطي في عام 317 هجرية. هذا الجنون لا يجب أن يستمر. إذا كانوا يقولوا بأنهم جاءوا لعادة الشرعية ولملمت جراحتنا، فالمفروض أن نكون أن نستمعوا لنا ولصراخنا، أن يكونوا منا ونكون منهم، أن يستمعوا لنا ونسمع لهم، أن تكون معركتنا واحدة وهدفنا واحد. لكن هذا الشيء معيب في حقهم، إنهم يتنكرون الآن للدماء التي قدمناها وللأرواح. نعم، إذن شكرا. صحيح أنهم هبوا لنقدتنا وهذا يحسب لهم. صحيح. إذن شكرا جزيلا لك وليد الخولاني. نعم. محلل العسكري كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من تعز، وفي هذه الأثناء ينضم معنا أيضا الدكتور صلاح الشرعية مندوب الشهداء والجرحى في لواء التحرير أيضا عبر الأقمار الإصطناعية، ولكن من مأرب. مساء الخير دكتور صلاح. مساء النور والعافية. أهلا بك. إذن دكتور صلاح، كونك مندوب الشهداء والجرحى، هل حدثتنا عن وضع الجرحى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أتقدم بالشكر والتقدير لقناة بلقيس لتطرقهم فيها حول هذا الموضوع الحساس. بالنسبة للجرحى، جرحى اللواء التحرير ومحور صعد البقع وجميع كتائبه والألوية التابعة له، لواء التوحيد والشرطة وبقية الألوية، تعاني وبشكل كبير من عدم استقبال الجرحى ومعالجتهم وكذلك تسكين أولو الاحتياجات الطارئة وإعادة التأهيل. هنا في مأرب لدينا جرحى ومعاقين بحاجة ماسة إلى طب متقدم، منهم بحاجة ماسة إلى تسفير للخارج أختي العزيزة لاستكمال تلقي علاجهم حتى يتم استقرار حالاتهم الصحية والنفسية. نعم، إذن يعني أستاذ ومنهم. نعم تفضل. ومنهم بحاجة إلى أطراف صناعية أو زرع أعضاء مثل زرع أعصاب وعيون وإلى آخره، والذي بحاجة ماسة إلى علاج طبيعي، وللأسف الشديد لم يتم الاهتمام بهم. من قبل من؟ هل واستقبالهم سواء من الداخل. نعم. سواء من الداخل. نعم، إذن كم من الداخل أو من الخارج. كم عددهم دكتور صلاح؟ كم عدد هؤلاء الجرحى؟ إحصائية عدد الجرحى الذي يعني في وضع متعب جدا جدا وبحاجة ماسة إلى يعني استكمال علاجهم، وعدد الجرحى الذين بحاجة إلى طب متقدم 76 جريح، هذا بالنسبة للواء التحرير فقط بالإضافة إلى بقية الألوية بنفس العدد. نعم. وعدد الجرحى الذين بحاجة إلى تسفير 43 جريح، هذا بحاجة إلى تسفير للقاهرة لتركيا للهند لتلقي العلاج. نعم، إذا لما لم يتم علاجهم جرحى ما يقارب 84. لما لم يتم علاجهم دكتور صلاح في السعودية وهم سقطوا في الحدود؟ يعني نعلم أن بعضهم ذهب إلى مستشفى نجران وأعيد إلى مأرب، لماذا؟ والله بالنسبة لم يتم علاجهم، يتم علاجهم كمرحلة مبدئية فقط إسعافية. المرحلة المهمة اللي هي إعادة تأهيل الجرحى
لاستقرار حالاتهم النفسية والصحية. يتم علاجهم كمرحلة مبدئية وبعدين يتم طردهم من المستشفيات، وهذه كارثة، مما يعني يضطروا إلى السفر لمارب ويشكلوا علينا ضغط هنا، ضغط كبير جدا. هل يعني الجانب السعودي تكفل بعلاجهم؟ هل وعدهم بشيء أم أنه غير معني بهم تماما؟ قلت لك أختي العزيزة، يتم استقبالهم في المراحل الأولى، يعني في أوقات يعني تلقيهم الإصابات، يعني الحين يتلقوا الإصابات الجرح، فيتم استقبالهم في المستشفيات وعمل شيء أولي مبدئي جدا، يعني إسعاف أولي، أكثر يعني من 146 بحالة إلى عمليات. نعم، يقومون فقط بعملية إسعاف أولي ثم يعودونهم جميعا إلى مأرب، ثم يتم إخراجهم، ونحن في منطقة حرب، يعني لا يوجد فيها مستشفى أو مرفق طبي أو سكن للجرحى، على أساس نقوم يعني نحن بالمداخلة الطبية ونقوم باللازم. احنا في منطقة حرب، منطقة البقع معروف، يعني منطقة تماس، ما نستطيع نفعل فيها شيء، معانا الكادر المؤهل لكن لا يمتلك الإمكانيات اللازمة. نعم. إلى الآن يعني قد تطرقنا أكثر من مرة للأخوة الأشقاء أكثر من مرة، وتقدمنا لهم بأن نحن بحاجة ماسة إلى مستشفى، بحاجة ماسة إلى مقومات طبية، بحيث أنه نستقبل إحنا جرحانا، نقوم بمعالجتهم إحنا، يعني ما بيسببوا الضغط عليهم ولا بيسببوا الضغط على مارب. فلم يعني نحصل إجابة يعني إيجابية إلى الآن. نعم، إذا ابقى معنا دكتور صلاح، سأعود إليك، ولكن بعد انضمام أيضا الأستاذ عبد الله الشرفي مساعد في الشرطة ومهتم بملف التجنيد أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخيرات عليكم وعلى جميع مشاهدي قناة بلقيس في داخل الوطن وخارجه. أهلا بك. إذن أستاذ عبد الله، أنت شاهد على الكثير من الحالات التي تم تجنيدها واستقطابها إلى الحدود السعودية، حدثنا عن ذلك، كيف يتم استقطابهم؟ نعم، يتم استقطاب كثير من الشباب عبر سماسرة، يتم تجميعهم في هنا في بعض المناطق في تعز، يمرون هؤلاء عبر باصات نقل إلى منفذ الوديعة، من هناك يتم تجميعهم ثم إدخالهم عبر منفذ الوديعة إلى الأراضي السعودية. من كان هناك يطابق المواصفات عبر نظام البصمة يتم إدخاله، أما صغيري السن والغير صالحين للتجنيد يتم تهريبهم من خارج المنفذ، يتم إدخالهم إلى الأراضي السعودية ويتم استقبالهم هناك في الألوية المعدة مسبقا هناك، يتم تسليحهم مباشرة دون أدنى تدريب أو إكسابهم مهارات قتال، ليتم الزق بهم في معارك عادة ما يكونوا هم ضحاياها. طبعا هناك الكثير من القتلى، أي نسموهم الشهداء، استشهدوا ولم يتمكنوا من إخراج جثثهم، ظل ذويهم يأملون يعني بعودتهم طول الفترة، وإلى الآن ما يزالون يعني يأملون بعودتهم كونهم لم يتمكنوا من رؤية أولادهم وهم شهداء. نعم، إذن أعود إليك دكتور صلاح. دكتور صلاح، إذن يعني أنت تحدثت عن الكثير من الرغبة لديكم في علاج هؤلاء الجرحى، ولكن لا تمتلكون أي إمكانيات، لمن توجهون طلبكم أو ندائكم على الأقل لأجل هؤلاء الجرحى؟ أولا نحب نشكر الأخوة الأشقاء التحالف يعني بما بالجهود اللي يقومون بها. ما هي هذه الجهود؟ ما هي هذه الجهود يعني التي تشكر دكتور صلاح؟ كبير جدا جدا، يعني حول قيامهم بالمعالجات حتى ولو كانت بسيطة، لكنهم في تقصير. هذا أقل ما يمكن أن يقدم، اسمح لي، يعني نحن اليمنيين يعني نغرق في جمايل الناس الآخرين وهم لم يقدموا إلا الفتات. عمليا هذا جرح في الحدود وهو يدافع عن حدود بلدك، يفترض أن يتم معاملته، وربما لا يوجد لديك معلومات
لما يتم استقطاب هؤلاء اليمنيين، لأنه لا يستطيع دفع ما يدفعه للسعودي إذا ما توفى، المقاتل السعودي إذا ما توفى يدفع له بقرابة 1,500,000 ريال سعودي لأسرته، أضف إلى الراتب المستمر. اليمني لا يدفع له شيء عمليا ولا يتم حتى علاجه. نعم، يعني محروم من أبسط الحقوق. أنا معك أختي العزيزة في هذا، بس أحب أوجه أنا نداء يعني للأخوة الأشقاء، يعني أتطرق للأخوة قيادة التحالف في قيادة الشرعية، أن يعني يلفتوا نظرهم حول هذا الموضوع. موضوع الجرحى موضوع حساس جدا، ونحن نعاني ما يعانوه، يعني نحن نتعب إلى جانبهم. يعني أكثر جرحانا هنا في مارب الآن بحاجة ماسة جدا إلى تسفير، إلى معالجة أولية، إلى تقديم الخدمات الطبية اللازمة، لكننا مكتوفي الأيدي لا نستطيع أن نعمل لهم شيء. نعم، نتمنى أن يصل نداءكم للمعنيين في الشرعية، وأن تلتفت لأبناء بلدها الذين يتم معاملتهم بهذا الشكل. شكرا جزيلا لك دكتور صلاح الشرعية مندوب الشهداء والجرحى في لواء التحرير، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. عودة إليك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، برأيك ما هو حجم استغلال السعودية للوضع المعيشي للكثير من الأسر، يعني لكي تنجح مخططاتها واستقطابها لهؤلاء البسطاء ثم ترميهم دون السؤال عنهم؟ طبعا هناك الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تلعب دور مهم، فتحت ظرف الحاجة يذهب الكثير من الشباب إلى الأراضي السعودية. أيضا فارق الصرف هو يلعب دور كبير، فبإمكان السعودية أن تجند يعني 4 إلى 5 شباب مقابل راتب واحد تعطيه لجندي سعودي، حيث يتم إعطاء الجنود من 1,500 إلى 2,000 ريال سعودي، وطبعا في الشهر، وهم لا يسلمون شهريا وإنما كل 3 إلى 4 أشهر يسلمون لهم بحوالي 6,000 ريال سعودي طبعا، أو 4,000 يعني ما يعادل باليمني 600,000 ريال يمني، وهو مبلغ يعتبر بالحساب اليمني مبلغ كبير لا يتمكن الشاب من توفيره هنا، سواء بالأجر اليومي أو في غيره. أيضا أعتقد أن كان للتحالف دور كبير في إضعاف الاقتصاد وعدم جعل الحكومة في توفير يعني اقتصاد للبلد يتمكن فيه الشباب من العمالة كي يصرفون على أسرهم. هذا الأمر جعل الشباب يذهبون إلى هناك كي يقومون بتوفير ما يعني بتوفير مبالغ يسدون به جوع أسرهم. نعم، دعني أسألك أخ عبد الله، يعني أين دور السلطة المحلية من السماسرة الموجودين والذين ربما أصبحوا معروفين لدى الناس بأنهم يستقطبون الشباب والأطفال، بعضهم لم يسر حتى إلى السن القانوني، لما يسمح لهؤلاء التجار بالبشر إن صح لي توصيفهم بهذا الشكل، لما يسمح لهم العبث بأبناء المدينة، يعني خاصة إذا علمنا أن أغلب من تم تجنيدهم هم من شباب تعز؟ طبعا يقوم السماسرة بتجميع الشباب في عز النهار في مناطق معروفة للجميع، سواء للسلطة المحلية أو للجيش أو كذلك يتم نقلهم عبر باصات، تمر هذه الباصات من النقاط العسكرية على امتداد الخطوط، يعني خطوط المسيطرة عليها الشرعية. نحن نستغرب، كان الأولى بالحكومة السعودية أن تتقدم بطلب عبر الحكومة اليمنية للتجنيد للدفاع عن أراضيها، حتى يكون الأمر يعني تحت إشراف الحكومة ويكون لهؤلاء الأفراد حقوق. ويتم تحمل المسؤولية طبعا المقاتلين اليمنيين هناك. نعم، يكون تتحمل السلطات السعودية المسؤولية، أما الآن فالمجندين في الحدود السعودية هم مقاتلين وقتيين تنتهي مهمتهم بإحدى أمرين، إما بالاستشهاد أو بترحيلهم، وهنا لا يوجد جيش يرحل إلا الجيش إلا المجندين اليمنيين. طبعا يتم ترحيلهم ويتم أخذ بصمات بحيث لا يستطيعون العودة إلى السعودية حتى عبر فيزا عمل أو كذا. نعم، لما يتم ترحيلهم؟ السعودية تتخلى عن جميع
احيانا يقوم بعض الشباب بالتجمع كذا والتجمهر ومطالبه بحقوق، فيتم ترحيلهم بشكل نهائي واخذ بصماتهم وادخالهم في نظام القائمه السوداء، بحيث انهم لا يتمكنون من العوده بسبب انهم يطالبون ببعض مستحقاتهم من قاده الالويه هناك. نعم، اذا يعني برايك هل تعد السلطه المحليه النقاط العسكريه التي تمر منها سيارات السماسره متواطئه مع ما يحدث؟ خاصة وأنت تتحدث أنه يتم جمعهم نهارا جهارا، الجميع يعلم بأماكنهم ومن هم. نعم، السلطة المحلية تتحمل جزء من المسؤولية إن لم تكن المسؤولية بكاملها، أيضا النقاط العسكرية وقادة الجيش، أيضا مؤسسة الرئاسة والحكومة اليمنية يتحملان مسؤولية في عدم الاهتمام بهذا الجانب، وعدم يعني إلى متى سيستمر هذا العبث بهؤلاء الشباب واستقدامهم إلى الأراضي السعودية دون أي مراعاة للتدريب العسكري أو دون إعطاهم أي مستحقات، يعني مثلهم مثل أي جيش آخر. نعم، هل يعني تتبنون حملات توعية للشباب الذين ما زالوا في سن قاصر أو الشباب الذين يتم استقطابهم في سن معينة لتوعيتهم بأن مصيرهم مجهول، وربما حين عودة جثامين بعض أصدقائهم أو جيرانهم أخذ العبرة مما يحدث لهم؟ هناك طبعا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملات كثيرة تندد بهذا الشيء وتسميه محارق الموت في البقع، وتحذر الشباب من الذهاب إلى تلك المحارق طبعا، ولكن هناك ظرف قاهر يسموه الشباب وهو ظرف الحاجة، فمعظم الشباب أو البعض من الشباب ذهب إلى هناك واستلم المبالغ السعودية وعاد إلى المنطقة ليبني له بيتا أو ليتزوج أو ليشتري له سيارة. الآخرين طبعا نظروا من هذا المنظور فذهبوا إلى هناك، فمنهم من لم يتوفق طبعا وتوفي هناك ولم يستطيعوا، حتى لا توجد أيضا فرق إخلاء هناك تقوم بسحب الجثث للشهداء. أخبرني أحد القادة هناك بأن شخص من أبناء الشرعب استشهد في أحد التباب ولم يتمكنوا من انتشال جثته، وقام أهل الشهيد بالتواصل معهم وكانوا ينوون الدفع 3 مليون ريال ياباني لمن يستطيع إخراج جثته. نعم، يعني وإذا أستاذ عبد الله، يعني ما مدى حين يعود هؤلاء الشباب الذين ربما أنت تحدثت بأنهم استطاعوا العودة وآخرون لم يستطيعوا العودة، أين دور الأهالي في هذه النقطة؟ خاصة ونحن يعني ربما من خلال المتابعة أن هناك أطفال يذهبون يعني تحت السن القانوني وربما عددهم هو الأكبر، أن هناك ربما تحدث معنا ضيفنا السابق بأن هناك من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا يعني يتم التعامل مع الذهاب إلى هناك كأنه فسحة أو لجمع المال، رغم أن الغالبية يعودون موتى أو لا يعودون. نعم، طبعا أغلب الشباب يذهبون إلى هناك في يعني خفية من ذويهم، طبعا يتهربون إلى هناك بدون علم أهاليهم. كما ذكر أيضا الضيف السابق الأخ وليد بأن هناك من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم فئة الصم والبكم، تحدثت إلى أحدهم وأخبرني بأن كان طبعا أحد الصم والبكم كان ينوي الذهاب إلى هناك، فنصحته بعدم الذهاب وأثنيته عن ذلك الأمر. طبعا أخبرني بأن هناك 5 من أصحابه ويتواصلون معه عبر الرسائل أنهم هناك، وأنهم طبعا ولديهم صور وهم يحملون البوازيك ويحملون الرشاشات وهم في المعارك طبعا هناك. نعم، إذا للأسف يعني هناك من يشجع بعضهم البعض، لكن برأيك ما هو دور منظمات المجتمع المدني، المنظمات الحقوقية في على الأقل تقليل أو تحجيم
هذه الظاهرة، حتى على الأقل إيصال صوت الجرحى ومن يعودون، أسر من يعودون في أكفانهم إلى السلطات، يعني حتى يعلموا بأن هؤلاء الشباب يوجد وراءهم من يتحدث عنهم؟ طبعا هناك غياب شبه تام لهذه لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في هذا الجانب. أيضا هناك غياب كبير للإعلام الحر في هذا الجانب، عدا قناة بلقيس التي تثير ما بين الفينة والأخرى هذا الموضوع وهي مشكورة بذلك. طبعا لا نعلم ما هي السياسة التي تنتهجها هذه المنظمات وبعض القنوات الإعلامية في تغييب هذا الملف الهام الذي أصبح يؤرق كل بيت يمني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد الله الشرفي، مساعد في الشرطة والمهتم بملف التجنيد، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.